بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه أوبل كورسا، أوبل كورسا سوينج، هي فيها مشكل في الفرامل. باش نعرفوا المشكل نثبتوا في المشكل مع بعضنا منين، كي ننزل أنا على الفرامل شوفوها، يعني حتى السيارة ساكتة طافية والفرامل تنزل على الآخر، شفتوها حتى السيارة طافية حتى ما هيش تخدم، نبمبي عليها مرتين ولا حاجة يرجع، كي نسيبه نعود ننزل عليها الشعرة بالشعرة بالشعرة، شفتوا ينزل ينزل ينزل، يبدا ينزل 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 لين نوصل على الاخر. هذا مشكل تاع فرامل، يعني بعض الناس يعني تختلط عليها الامور، بعض الناس تختلط عليها الامور، واحد يقول لك سيرفو، واحد يقول لك مضخه فرامل بومبا فران، واحد يقول لك سيرفو. لا، في العمليه هذه عكس السياره الاخرى اللي وريتها لكم، السيرفو هذه مضخه، هذا المشكل من مضخه الفرامل. مضخه الفرامل رغم لان هي لا فيها تضيع زيت لا فيها شيء، لكن هي ولت ضعيفه من داخل، الكوبالات نتاعها او الحشو نتاعها الدخلاني ولا ضعيف، رغم ان يعني الزيت ما تنقصش، زيت الفرامل زي ما هو ما فيش نقص بكل، لكن هي ضعفت، ما عادش فيها قوه باش تمشي باش تنزل. اما كي تبمبي عليها يعني تعاملك شويه، لكن تعاود تنزل كالعاده ما فيش حتى حل، يعني شفت هنا تعاود تنزل، تعاود تنزل كما كي العاده. في هذه الحاله صاحب السياره لابد من تغيير المضخه، في هذه الحاله لابد من تغيير مضخه الفرامل، لان هذه خطر عليها، مش كما السيرفو، السيرفو يقدر يمشي به، لكن في مضخه الفرامل لا، فما خطر على صاحب السياره او على السائق، حتى تنزل. يعني حتى هي تخدم السياره مش هعطيك نفس المشكل. ها شفتوا نفسه، يعني ينزل 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 يمشي للاخر. هذا هي المشكل نتاع المضخه كيش يصير، يعني هي ساكت، هي طافيه، المحرك هو ساكت او يخدم كيف كيف، يعني نفس المشكل. لو كان سيرفو راه ما يقعدش، ما راهو يفشفش، اما وما ينزلش السيرفو يفشفش وما ينزلش كيما رتوكم في السياره الاخرى. سمعتوا الصوت اللي يحط السيرفو كيبدا فيه مشكلة، سمعتوه؟ هذا السيرفو نتاع الفرامل كيفاش يطشطش، كي ننزلوا على الفرامل، اسمعوا 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 فيه، هذايا السيرفو كي يخرب يعمل المشكل هذايا، ورغم اللي هو شد، شوفوها شد، يعني ها كي تنزل عليه يسكت، خاطر هيك فات المكان اللي هو يتنفس منه، تو هكا يتنفس، هذا يتسبب في صرف واستهلاك البنزين، ولا يعني بالنسبة للسيارات البنزين، يسبب في استهلاك وصرف البنزين، الصوت هذا، ويخلي الموتور يدور أكثر من اللازم في الار بي ام، وهنا المحرك ما يتأثرش، كي تبدا في مضخة الفرامل، مشكلة في مضخة الفرامل، المحرك ما يتأثرش، تسمع صوت المحرك كما هو، الار بي ام ما يتأثرش، يقعد عادي. زيت الفرامل ما ينقصش كامل قاعد كما هو، ما ينقصش بكل، وهي ما فيهاش اثار نتاع تضيع زيت اي او نقص زيت او اثار من السيرفو، يعني وبعدين حتى في وسط السيرفو لو كانت تنقص هنا تولي تضيع في وسط السيرفو، في وسط السيرفو نتاع الفرامل. هذه المضخة هذه هي اللي فيها المشكل، اللي هي وقت تنزل على الفرامل انت وتبدا تسرح تحت ساقك او تحت رجلك، تبدا تسرق بشويه بشويه بشويه، معناتها المشكل من القطعه هذه، من مضخه الفرامل هذه فيها مشكل في الفرامل. تو باش نسمعوا المشكل مع بعضنا، نشغلوا السياره، نسمعوا الصوت اللي يحط السيرفو كيبدا فيه مشكله، سمعتوه؟ هذا السيرفو نتاع الفرامل كيفاش يطشطش، كي ننزلوا على الفرامل، اسمعوا فيه، هذايا السيرفو كي يخرب يعمل المشكل هذايا، ورغم اللي هو شد، شوفوها شد، يعني ها كي تنزل عليه يسكت، خاطر هيك فات المكان اللي هو يتنفس منه، تو هكا يتنفس، هذا يتسبب في صرف واستهلاك البنزين، ولا يعني بالنسبة للسيارات البنزين يسبب في استهلاك وصرف البنزين، الصوت هذايا، ويخلي الموتور يدور أكثر من اللازم في الـ RPM.
نشوفوا هنا الار بي ام، شوفوا قداش يدور موتور اكثر من لازم. كي ننزل عليه تشوفوا الار بي ام كيفاش يتحرك ويرجع، شفتوهم يعني ما ينزلش ما يوصلش حتى ال 1000، لابد ديما يقعد فوق ال 1000 لان يشفط في الهواء من المحرك هو من الادميسيون. شوفوا يعني كيف يتنفس، هذه علامة ان السربو خارب ما عادش فيه حل الا تغييره. كان في زمان يبيعوا في الكيت نتاعه تو ما عادش يبيعوا، هذا السربو نتاع الفرامل يعمل المشكل هذاك، يبدا يعني خارب او فاسد او غير صالح للاستعمال، لكن ما يخوفش يعني اللي بيستعمل سيارته لحد ما يصلحها ما يخوفش، لان يعني المشكل هذا مش يعني مش خطير، المشكل هذا يعني مش خطير كما مضخة الفرامل. تو نوريكم في مضخة الفرامل شنو يصير، اما هذا مشكل في السيرفو نفسه. تو باش نصور المحرك من قدام كيفاش يدور اكثر دوران من العاده. تو نسمعوا هنا، شوفوا هنا المحرك قداش يدور، يدور اكثر من اللازم، حاول ترجع له الواحد ما يرجعش. هنا تو باش تعرف اللي هو صحيح من السيرفو، نقول له نفكوا التيوب هذا اللي هو يدخل له الهواء هذا، شفتوه هذا، ونسكروه بصبعنا، شفتوه كي تسكروا بصبعك يهدى المحرك. ها نحيتو سكرتو صبعي هنا، شفتو هنا شفتو هذا، شفتو كيش يعمل خاطر علاش تو كي باش نسيب الجمله باش تسكت السياره. شوف حاول تسكت وترجع، حاول تسكت وترجع وزيد السرعه، زيد سرعه المحرك. انتو باش نعرفوا اللي هو المشكل من السيرفو حقيقي، الموتور يدور بسرعه وقت هو راكب، وقت يكون راكب هذا المكان نتاعو ما يتغيرش صوت المحرك. شفتو صوت المحرك ما يتغيرش لان السيرفو يتنفس، صوت المحرك يتغير. وقت يتغير صوت المحرك وقت نسكر عليه الهواء كانه السيرفو لاباس عليه. شفتوا؟ شلون المحرك كيفاش يركح؟ ما عادش فيه حتى اشكاليه. كانه عادي. كيف نسيب انا السيرفو الخرطوم تاع السيرفو ونرجعه في مكانه، نحاول نرجعه في مكانه، شفتوا؟ حاول ترجعه في مكانه، يقعد نفس المحرك يدور بسرعه كبيره. كيف نحي انا وحط صبعي يرجع المحرك يدور عادي. لان هنا سكرت عليه الهواء، لان هو ياخذ الهواء بطول من المحرك من كل اكسل نتاع الادميسيون. هذا في سياره البنزينه، في سياره الديزل لا، ياخذ الهواء من مضخه الهواء من البومبا فيت وما ياثرش على دوران المحرك في الديزل الا في البنزينه. هذا مشكل يتكون من السيرفو. ان شاء الله فهمتوا الموضوع. هذه تو باش نفكها من بعضها ونوريكم المحتوى اللي فيه شنو. هذا احنا عندنا سيرفو قديم، حبيت نعمل عليه فيديو باش ما فيش شيء، نجيو هذوما نجيو كلهم كما هذا ونحلو، نجيبوه هنا توني فيس ونكملو نحلو هذوما كلهم. ماشي نمشي توا غادي على الطاوله باش نشوفوه بعين المكان. توا يعني بعد ما فكينا هذوما الروس هذوما نجمو نجيبو توني فيس ونحلو، لان في وسطو روسو هو هذا الانصول اللي يتنطر اللي هو يجي هنا، والا تلقى هنا بالعكس تلقاها موجوده هنا كيف كيف، حط عليها هنا الرسول والعكس هنا كيف كيف موجوده يعني من جهتين تلقاها. هذه شنو اللي موجود فيه طبعا السيرفو هنا؟ موجود فيه اشكاره، هذه الديزل بيستون، الديزل اسمه مضخه الفرامل، هذه تجي هنا في المكان هذا. شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه اشكاره، هذه اشكاره اللي هي تخدم السيرفو. هذه الشكر، هذه كنا زمان وقت كانوا كنا نصلحوهم من السيرفوات، هذه يتباع، هذه شكر هذه تتباع وتباع معها الفراويل الجينة. هذه الأغلبية اللي تعمل حسك تسمعوه يبدأ يوشوش، هي الفراويل هذه، هي الجوان سبي، هذه الفراويل هذه اللي تفسد فيه الأغلبية. الشكر هذه ما تفسدش، هذه الشكر هذه هي اللي بتفسد يعني مسيرة حتى شيء. هذه شنو نعملوا احنا وقت كنا نركبوها نبخوها بكتالك، يعني هيك الغبره نتاع الصغار اللي باش تقعد ديما طريه كيما الفرينه، اما كيما الدقيق حاجه كيما الدقيق هيك نعملوها ندهنوها بها ونركبوها. اما المشكل وين هو؟ المشكله في المكان هذايا، هذايا عندنا فرويل هنا اللي هي هذه مش ركبها من المقلوب هنا توا، هذه
هذه تولي تتنفس اساسا تركب هيك، شفتوها هذه تولي تتنفس، كي تولي تتنفس هنا تولي تسمع كتوشويش في في وسط السياره، عندك السياره توشويش في وسط السياره، وهذا يسبب في التوشويش، هذا يسبب في عدم يعني يعني المحرك يولي ماشي مستقر، عدم استقرار المحرك، يعني اذا كان يتنفس من هنا قطعة تتنفس من هنا يولي المحرك معاش يشد رانتي، معاش يوقف، معاش يمشي، يولي يمشي تروى سيلندر احيانا، يعني يسبب في عدة مشاكل، هذا كي يبدا يتنفس من هنا يولي الفران هذا يولي كاسح كي الحزرة، يولي يتنفس من هنا يولي ما عاش نجم مولا السيارة يتحكم في الفران، يعني يولي كاسح. هذه الحاجات اللي نجم يعملها السيرفو، وهذه القطع اللي فيه هو يعني في شيء سهل، عموره بسيطة ما عنده حتى شيء، هذا فيها الشكارة هذيك قطعة عادية، والقطعتين هذوما اللي هما الرسور والواحد، هذوما اللي فيه وسط السيرفو. شنو هو اللي خدم السيرفو هذايا؟ الجلدة هذه كيفاش تولي تخدم؟ وتولي يعني طرية. عندنا حاجة اسمها بومبوفيت، يعني مضخة تفريغ الهواء، هذه يجي فيها هنا، تدخل هذه هنا في المكان هذا، وتجي هنا هكا قطعتين، اللي هي قطعة متاع الهواء هذه والسيرفو. هنا يدخل الهواء، يسبيري الهواء من القطعة هذه، باش أنت وقت تشد فرامل تنزل على فرامل هو يعاون. هذه كيف تنزل عليها؟ تنزل وحدها، شفتوها هذه هنا نزل، مثلا كأني أنا نازل على الفرامل، شفتوها؟ كأني نازل على الفرامل، شفتوها هكا؟ تخدم بالطريقة هذيك، والرسول هذا يرجح. وهذه اللي باش تدز المضخة اللي هي متاع الفرام، تخدم هكا هي، شفتوها؟ هذا الفرامل كيفاش تخدم في وسط السيرفو. انت تنزل عليها برجلك وهي تعمل هيك في نفس الوقت، بعد ما يعاونها الهواء هذا متاع المضخ، بعد ما يعاونها الهواء متاع المضخ هذا. فما مضخة من نوع هذا، وفما مضخة من نوع هذا اللي هي هذه مضخة تخدم مضخة بنزين، مضخة ديزل يعني، ومضخة هواء في نفس الوقت، يعني موجودة في الفولت فقط، هذه يعني تخدم خدمتين، هذه يعني تخدم كان هواء فقط، تسبيري الهواء يعني تشفط الهواء، وهذه تشفط الهواء وتشفط المازوت، الزوز عندها زوز اماكن للمازوت ومكان للهواء، هذه تخدم حاجتين. والا في البنزينه تلقى عندك ديما ديريت نتاع السيرفو اللي هو هذا اللي باش ياخذوا منه الهواء للسيرفو، اللي هو يركب هنا هذا يركب هنا باش يمشي الهواء للسيرفو، باش يسبيري السيرفو، باش يشفط الهواء. هذا في البنزينه، نوع هذا في البنزينه. عندنا هنا في البنزينه تلقى فيه ديما، ما تلقاش فيه بومبوفيت، لان البنزينه ما يجيش فيه بومبوفيت، لان هو نفسه يخدم بالشفط، انما بما ان الديزل يخدم بالضغط يحتاج الى قطعه هذه المضخه اللي تشفط الهواء. هذا الفرق ما بينه في هذا بالنسبه للسيرفو، اعطيتكم هذه فكره يعني شنو اللي موجود فيه وكيفاش يخدم. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.